بصبح على حضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مكملين معاكم فقراتنا وحواراتنا في هذا الصباح. ولأن كل صباح ليه حكاية فالأماني دايما موجودة، فاستبشروا وتفائلوا، صباح التفاؤل والاستبشار. لسه مكملين معاكم فقراتنا، ودلوقتي وصلنا لبلاط صاحبة الجلالة، استعراض لأبرز العناوين والمانشطات في الصحف المصرية. وأول خبر معانا في الصحافة النهاردة من صحيفة الأهرام، وتحديدا من صفحتها الأولى، عنوان ومنشط رئيسي بيقول: الرئيس يتفقد الأسمرات 3 ومشروعات الطرق الجديدة شرق القاهرة. عنوان فرعي بيقول: السيسي يلتقي عدد من المواطنين ويطمئن على أحوالهم. طبعا خبر مهم جدا، ويمكن تابعنا تقرير عن هذا الخبر في هذا الصباح. خلينا نقرب أكتر مع حضراتكم من الموضوع ده، وينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ ماهر عباس، الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. صباح الخير أستاذ ماهر. ألو، صباح الخير الكاتب صباح الصحفي الخير. بالجمهورية، يعني عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن هذا الخبر من حيث تفقد الرئيس السيسي لحي الأسمرات 3. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في هذا التوقيت لحي الأسمرات 3 يعكس انحياز الرئيس الاجتماعي لهذا الحي الذي كان يعني عمل اجتماعي إنساني اقتصادي لفئة مهمة من الشعب المصري لتطوير أوضاعها وتوفير مساكن مناسبة لها في منطقة مهمة بالمقطم. يعني أعاد إليها التنمية وأعاد إليها يد الإعمار. الرئيس السيسي في حواره الإنساني الاجتماعي من رئيس دولة في سيارته مع مجموعة من المقيمين بالصدفة في هذا المكان يعكس إنسانية الرئيس قبل أن يعكس أنه حريص على تفقد ماذا تم في شرق القاهرة وماذا تم في الأسمرات التي افتتح مشروعها الأول قبل فترة. الرئيس السيسي يؤكد في نفس الوقت في ظل الكورونا وفي ظل الإجراءات الاحترازية للناس وتوعية الناس أنه بنفسه ينزل في هذا التوقيت بدون مواكب بدون إعلان في مفاجأة طار للشارع المصري لها صدى كبير. فهو يؤكد أن الرئيس حريص على متابعة خطوات التنمية بشكل حثيث في كل مواقع الوطن. طيب أستاذ ماهر، إلى أي مدى نجحت هذه المشروعات القومية اللي بتقوم بها الدولة، وتحديدا إنشاء مدن ومجمعات سكنية جديدة، وإحنا بنتكلم عن الأسمرات 3، في تغيير حياة بعض الأسر وتغيير الحالة المعنوية كمان، من نقل من مناطق عشوائية مناطق أكثر خطورة؟ هو ليس تغيير حياة فقط، هي نقلة اجتماعية اقتصادية لهذه البيئة التي لم تكن تحلم بهذا. لكن إذا تحدثنا عن المشروعات القومية ونحن نمر بست سنوات على تولي الرئيس أو 1290 يوما منذ توليه السلطة في مصر إلى اليوم يؤكد لنا 2190 يوما يؤكد لنا أن الرئيس يتابع المشروعات القومية التي تكلفت أكثر من تغيينات في كل مناحي الحياة، من أنفاق في قناة السويس، من طرق جميلة، من شرايين حياة، من مصانع، من هذا يعكس أن الرئيس قبل أن تداهم أزمة كورونا العالم قال 2020 مصر غير. هي فعلا مصر غير، لكن جاءت الكورونا فتأجلت بعض الأولويات. الرئيس يؤكد أنه مستمر في استراتيجيته وخطته، وأن المشروعات القومية فعلا غيرت من وجه مصر الحديثة. مصر تحولت في 6 سنوات إلى ورشة عمل في كل شيء في الصحراء وفي المدن، وتطوير الأماكن العشوائية الخطيرة إلى أماكن حضرية قابلة للحياة هو إعطاء بسمة الأمل للنهضة لفئة من البشر
كما قلت لك لم تكن تحلم بهذا المكان يوما ما. الرئيس يتفقد على ان الاشياء مستمره وكما هي الحدائق المتنزهات الشوارع حاجه المواطن هي كل شيء وتؤكد انحياز الرئيس للغالبيه الكبرى في الشارع المصري وهي هذه الفئات الاجتماعيه. نعم أنا بشكرك جزيل الشكر أستاذ ماهر عباس الكاتب الصحفي بالجمهورية، شكرا جزيلا لحضرتك. طب خلونا من جريدة الأهرام نروح معاكم أيضا لعنوان مهم جدا بيأتي من صدر الصفحة الأولى من جريدة أخبار اليوم. العنوان بيقول انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس والنواب في نوفمبر المقبل. 27 دايرة لانتخابات الشيوخ بالنظام الفردي وأربع دوائر للقوائم و 25% من مقاعد النواب للمرأة واستبعاد من أسقطت عضويتهم. طبعا ده حسب مصادر برلمانية أنه هيتم إجراء هذه الانتخابات خلال أغسطس المقبل، وبيبدأ مجلس النواب غدا في مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ وكمان تعديلات قوانين مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والوطنية للانتخابات. مشروع القانون طبعا بيشكل من 300 عضو وبينتخب التلتين بالاقتراع العام السري المباشر، وبيعين رئيس الجمهورية أو بيعين التلت الباقي، وبتخصص للمرأة مقاعد لا تقل عن 10% من إجمالي المقاعد. ده بالنسبة لخبر البرلمان. خلينا مشاهدينا نروح لجريدة الجمهورية معاكم وبنستعرض فيها عنوان أيضا بيتكلم عن البرلمان الدولي للتسامح، يدعو العالم لدعم إعلان القاهرة حول ليبيا. طيب خلينا نقرب أكتر من الخبر ونتعرف على تفاصيله، وهينضم إلي عبر الهاتف دكتور سمير راغب وهو رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. يعني بصبح عليك في البداية دكتور سمير، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن البرلمان الدولي للتسامح. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أهلا بك. ما يتعلق بالبرلمان الدولي للتسامح دي منظمة غير أهلية معنية بقضايا التسامح وقضايا قبول الآخر سواء كان ما يتعلق بالعالم كله. نعم دكتور سمير راغب. ايوه معاك يا فندم. طيب عايزين نتكلم أكثر عن دعم إعلان القاهرة في القضية الليبية. طبعا إعلان القاهرة هو يعني في أساسه هي مبادرة مصرية ليبية لوقف الصراع المسلح والانتقال لمرحلة سلام تبني المؤسسات وتعيد تماسك الدولة، لكن تؤدي أيضا على الجانب الآخر لخروج القوات الأجنبية وفي مقدمتها طبعا القوات التركية، وإن يوصل لخريطة الطريق. خريطة الطريق دي على مدى 18 شهر يتم فيها الاستحقاقات الدستورية طبعا بعد القضاء على الميليشيات وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وصولا لدولة ديمقراطية فيها مؤسسات فيها توزيع عادل للثروة والسلطة فيها دستور انتقالي يقدر يعني الشعب الليبي ينهي حالة الصراع اللي هي يعني لا كاسب فيها. يعني قضية الصراع الرئيس تحدث عن ان يعني فكرة الاستمرار في الصراع يعني لن تؤدي ابدا من يراهن او على فكرة انه يحل بالقوة، لا حل بالقوة يعني بسبب هي ما هي الاستنزاف لمخدرات الشعوب، وفي الاخير اعطت فرصة وفراغ سلطة أعطى فرصة للقوات التركية أنها تبقى موجودة وتتدخل في الشأن الليبي، ويتحول الصراع من ما بين يعني من أطراف صراع ليبيين إلى دخول مرتزقة ودخول قوات بتاخد شكل استعمار القوات التركية. فالعالم الحقيقة كان في ردود أفعال يعني واسعة للمبادرة من مؤيدين من دول أبرزها طبعا كان الولايات المتحدة وروسيا
وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان وقبرص. فردود الأفعال دي بتعكس الدول يعني القوة الضاربة في العالم، وخاصة يعني الدول المعنية طبعا، بالإضافة طبعا للاعتدال العربي، يعني كل الدول الاعتدال العربي، السعودية، الإمارات، البحرين، الأردن، ثم الجزائر انضمت لتأييد المبادرة. فردود الأفعال دي بتعكس إن المبادرة أولا قابلة للحياة، أوجدت حل لقضية من أعقد القضايا الآن، قضية بتشغل الاتحاد الأوروبي، لأن ليبيا بتقع في جنوب الاتحاد الأوروبي، بتحل مشكلة الشعب الليبي اللي بيعاني من حالة الاحتراب اللي موجودة، بتحل يعني في خريطة طريق قضية ليس وقف إطلاق النار فقط اللي هو البند الرئيسي في المبادرة، لا، في قضية إن ما بعد وقف إطلاق النار اللي هو الانتقال السلمي السياسي السلمي بإرادة ليبية طبعا، لأن المشير خليفة حفتر كان حاضر الحقيقة القمة، والسيد عقيلة صالح رئيس البرلمان، وقال يعني في كلماتهم إن المبادرة متوافقة مع الدستور الليبي ومع العرف المتوارث من الدساتير الليبية في الفترات المختلفة، وإنها جاءت بإرادة ليبية، يعني لم تملي مصر يعني سياستها على أحد. وكان للسيد عقيلة صالح مبادرة سابقة يعني بتحوي برضه فكرة انتقال سلمي، لكن المبادئ ثابتة، يعني لا تفاوض مع إرهابيين ولن نترك الإرهابيين، لكن هي الفكرة المبادرة موجهة للليبيين اللي عندهم استعداد لبناء وطنهم. أما ما يتعلق بعدم تنفيذ الجانب حكومة الوفاق وميليشياتها للهدنة، دي الهدنة ما كانتش متوجهة إن حكومة الوفاق تسمع فتقوم توقف إطلاق النار، لكن هي موجهة للمجتمع الدولي، موجهة للليبيين، موجهة للقوى الفاعلة، عشان أولا في ردود أفعال زي اللي حضرتك بتقوليها، ثم يكون هناك موقف دولي يتبناه سواء الأمم المتحدة أو طبعا مجلس الأمن بقرار بالفصل السابع ميثاق الأمم المتحدة بوقف كافة أنواع الأعمال العدائية في هذه الحالة يكون بالقوة، وأن يتصدى المجتمع الدولي للتدخلات التركية سواء كان في ليبيا أو في الشرق المتوسطي. أكيد إحنا بنتمنى طبعا حل كامل وشامل للأزمة الليبية، ويعني يكون حل سياسي بتدعمه مصر بدورها في المنطقة كلها. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا يا دكتور. طيب خلينا لسه بنكمل معاكم استعرضنا في الصحافة، هنروح دلوقتي لجريدة الوطن، ومن صفحتها الأولى: الحكومة تطارد مخالفي البناء وإحالة 5000 للنيابة العسكرية، ومدبولي يوجه باستمرار الإزالات. شعراوي في تصريح بيقول: تلقينا 330 ألف طلب من المواطنين للتصالح في المخالفات بعوائد رسوم بلغت 104 مليون جنيه. ده طبعا مهم جدا، والحكومة الحقيقة بتسعى خلال الفترة الماضية الكبيرة في مكافحة ومطاردة مخالفي البناء واسترداد أراضي الدولة، وبالتالي بتشدد العقوبات زي ما احنا شايفين. طيب خلونا من الوطن نروح للمصري اليوم. المصري اليوم الحقيقة فيه كمان عنوان بارز جدا بيتكلم عن الصحة تحديدا: لا نقص في أدوية بروتوكول علاج كورونا، ودراسة دولية جديدة تكشف المزيد من أعراض الفيروس. ده طبعا كمان خبر بيأكد أنه ما فيش فعلا نقص في أدوية بروتوكول علاج كورونا زي ما سمعنا، ويمكن بعض الشائعات اللي نفتها الدولة خلال الفترة اللي فاتت بخصوص نقل أو نقص أدوية علاج كورونا. طبعا المستشفيات لديها مخزون كافي من الأدوية زي ما ذكر الخبر، بيحصل عليها المريض بالمجان، والنقص في الصيدليات للجمهور ده بيكون بسبب عمليات التخزين اللي بيقوم بيها بعض المواطنين
وزي ما شفنا في أكتر من مناشدة لوزيرة الصحة دكتورة هالة زايد للمواطنين بعدم سحب هذه الأدوية من السوق إلا عند الضرورة وعند فعلا حالة المعاناة أو ظهور أعراض للكورونا، فبالتالي يتم أخذ هذه الأدوية حتى لا تحدث أزمة لهذه الأدوية في السوق. طبعا ده خبر مهم جدا. خلونا نرجع مرة تانية للأهرام ونرجع تاني للصفحة الأولى، لكن هنروح للشأن العربي. خبر معانا بيقول الحكومة اللبنانية للمتظاهرين في تصريح لقمة العيش خط أحمر. ده طبعا خبر مهم جدا زي ما احنا عارفين اللي بيحدث في لبنان من أزمات. طيب من الأهرام هنروح لأخبار اليوم. امتحانات الثانوية العامة أقل محتوى ونفس عدد الأسئلة. طبعا ده أكيد خبر بيشغل بال كل الأسر المصرية اللي عندها أبناء في الثانوية العامة. طبعا بنتمنى كل التوفيق لكل أبنائنا في الثانوية العامة، طبعا في ظل الأزمة اللي بنعيشها وأزمة فيروس كورونا. أكيد إن شاء الله ربنا هيحمي أولادنا وهتمر هذه الأزمة وتمر الامتحانات بكل خير وسلام. طيب خلونا من أخبار اليوم نروح معاكم للجمهورية، ومن صدر صفحتها الأولى خبر بيقول الأزهر يدين التفجير الإرهابي لمسجد أفغاني. طبعا إدانة من الأزهر الشريف لهذا التفكير الإرهابي والهجوم الإرهابي الغشيم على المسجد الأفغاني. دايما بنشوف الحقيقة يعني مثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية اللي بتحدث، طبعا شيء مؤسف للغاية. طيب من الجمهورية هنروح معاكم للمصري اليوم، وهنرجع مرة تانية للصفحة الأولى لكن بخبر آخر بيتحدث حول البرلمان. البرلمان يدعو لاستمرار منحة العمالة غير المنتظمة حتى سبتمبر المقبل. ده في المصري اليوم. طبعا احنا بنشوف الدولة بتأكد في أكثر من مجال عن دعم العمالة غير المنتظمة. الخطة والموازنة توصي بخفض الرسوم على تحويلات المصريين، ده أيضا في متن الخبر. طيب مشاهدينا يعني يمكن دي كانت أبرز العناوين في الصحف المصرية، أبرز الموضوعات اللي بتشغل الرأي العام. بكده يكون خلص استعراض بلاط صاحبة الجلالة، استعراض العناوين والمنشطات. خلونا نسيبكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء ونرجع لكم مرة تانية.